تحط الطائرة بمعرض الشرقية نعلم سادة الزوار أن معرض النقل يفتح أبوابه من 28 إلى 31 مايو. اطلاع على تطور القطاع، شبكات النقل، النقل الذكي والمشاريع الكبرى، فرص للاستثمار والتعرف على المهن الجديدة. تذكرة الدخول إلى المعرض يمكن أن تكون تذكرة سفر إلى دبي، باريس، جربة. وزارة النقل، نطوي المسافات، نقرب كل بعد. Thank you.